لك. جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري كتابه الصحيح به: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يذكر شراح الحديث أن سبب هذا الحديث أن رجلا خرج مع الرسول عليه السلام للجهاد في سبيل الله في الظاهر، ولكن نيته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهمة متوجهة لغزوها، وهي تعرف بأم قيس. فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة، وصار ذلك معروفا عند علماء الحديث بحديث أم قيس، بمهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس يعني هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، فسمي بمهاجر أم قيس. قلت بأن علماء الحديث يذكرون هذه المناسبة، وإن كانت هذه المناسبة لم تصح إسنادها على طريقة علماء الحديث، بخلاف أصل الحديث فهو واضح وثابت ثبوتا يقينيا، لأن إسنادهم أولا صحيح لا غبار عليه، وثانيا لأن الأمة بأجمعها تلقت هذا الحديث بالقبول، حتى قال بعض العلماء أنه وغيره هذا الحديث ثلث الإسلام، لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمن الحديث الحض عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى إلى آخر الحديث. ولذلك ينبغي لفت نظر هؤلاء المعلمين الذين يساعدون بمثل هذه المساعدات التي تجمع من كثير من المحسنين، أن لا يعتبروا ذلك أجرا فيحبط عملهم، وإنما هذا يعتبر يعالي راتبا مكافأة مساعدة إلى آخره. ولا شك أن العمل الواحد يختلف حكمه شرعا باختلاف النية، ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجرا وبين أن يأخذه تعويضا أو مساعدة. لا ينبغي أن يستصغر هذا التفريق لأنه تفريق جوهري، ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره باختلاف النية. ومن الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه وكانوا يربطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام، لكنهم يتفوقون عليهم بالصدقات، فأجابهم عليه السلام في القصة المعروفة بقوله: إن لكم في كل تسبيحة صدقة
وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. هنا الشاهد. قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر؟ قال نعم. رأيت أن وضعها في حرام، أليس يكون عليه وزر؟ قال بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحرام في الحلال يكون له عليها أجر. فإذا هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته، ذاك قضى شهوته وكتب له عليها أجر، والآخر قضى شهوته كتب عليه وزر. وبناء على هذا التفريق بين نية والأخرى في العمل الواحد، فصل بعض العلماء الكلام على الحديث السابق إنما الأعمال بالنيات، فضربوا بعض الأمثلة الموضحة لأهمية هذا النوع من الحديث. قالوا لو أن رجلا سافر ثم رجع إلى بلده ودخل داره وجامع أهله، وطبيعة حال رجل مسافر يكون تائقا لزوجته، لكن تبين له فيما بعد بأن هذه ليست الزوجة، لأمر ما الزوجة ذهبت عند أهلها، حل محلها أختها أو امرأة أخرى إلى آخره، هناك يعني وقع في الأمر خطأ، لكن الرجل حينما جامعها في ظنه أنها حلال، هذا لا إثم عليه. يقابله مثال آخر عكس هذا تماما، رجل متزوج لكنه غير قانع بزوجته، فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء، فلما دخل دارا كان يعرف أن هناك مومسات، فقدمت إليه امرأة طبعا تحت أنوار خافتة، قضى شهوته منها وإذا بها هي زوجته، لأنه هو لما خرج من الدار لقضاء شهوته بالحرام هي بدورها أيضا خرجت تفتش عن مثل هذه الشهوة الحرام، فالتقي على غير ميعاد وعلى غير معرفة، لكن هما زوجان لكنهما آثمان. ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته وهي بالتالي قضت شهوتها من زوجها، لكن النية كانت في الحرام، فالأول مع أنه وقع غير حلاله فهو غير آثم، والآخر مع أنه وقع حلاله فهو آثم. لماذا؟ لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. فإذا رجلان يعلمان العلم الشرعي، أحدهما مأجور والآخر مأزور، وكلاهما لهما راتب، فيختلفان باختلاف النية. ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن يقترن مع هذا المشروع لفت النظر إلى هذه الحقيقة، وإلا بتكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله عز وجل، ومن ذلك تعليم الناس.
ولكي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه، فكما أنهم يحسنون صنعا حينما يسعون حثيثا في جمع هذه المساعدات لتفريغ بعض الناس للتعليم أي علم كان من علوم الشرعية كما ذكرنا آنفا، في الوقت نفسه يجب أن يتولوا توجيه هؤلاء المعلمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله رب العالمين. هذه ذكرى وذكرى تبقى المؤمنين إن شاء الله. لو نرجع لبحث المسألة من ناحية شرعية أدلة على شرعية أخذ الأجر على التلاوة، والأدلة التي يعني يظهر منها كما ذكرت قصة الرجل الذي يهدي إليه قوس، لا تأخذني إذا قلت لك لا أزال أسمع منك تكرر كلمة الأجر، فأنا أرجو تعديلها لأننا في صدد بيان أنه لا يجوز أخذ الأجر. نحن نعلم من السيرة النبوية أن المجاهدين تقسم عليهم الغنائم بطريقة مقننة معروفة في الشريعة، فلا شك أن هذه الغنائم التي تعطى لهم ليس أجرا لجهادهم في سبيل الله، وهو تعويض ومكافأة من الله عز وجل على جهادهم في سبيل الله. ومع ذلك الأمر فيه دقة متناهية جدا، قد جاء في صحيح مسلم أن المجاهد إذا غنم ذهب ثلث أجره، مع أنه لا يكون قاصدا في جهاده كما هو في الوقت، لأنه أعطي هذا الكسب المادي وهو لم يكن قاصدا له، ولا يحبط عمله من أصله، يذهب ثلث أجره في الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا في صحيح مسلم بهذا المعنى. اي نعم. فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله جوابا له شعبتين، من ناحية يجان أخذ المال مقابل عبادة إذا قام بها مخلصا لوجه الله عز وجل، وقدم إلى هذا المال إما من الدولة الحاكم أو من يلوب نابه في القيام بهذه الواجبات، ومن جهة أخرى أخذ هذا المال قد يقلل من ثواب عمله، وهو افترضنا في ذلك الإخلاص كله في طاعة ربه تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بارك الله بالخير. وعليكم السلام. أهلا، كيف حالكم؟ يضاف إلى ما سبق ذكره أن الأصل في كل عمل يقوم به المسلم أنه
جائز، وتحريمه يحتاج إلى نص خاص، ولا نجد في الشرع ما يحرم مثل هذا السعي في سبيل جمع الأموال لتخصيص بعض الأفراد من المسلمين وتفريغهم للقيام ببعض الواجبات الدينية. يضاف أو لهذا السبب كان جرى عمل المسلمين حتى في القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فالقضاة مثلا والمفتون كلهم كانوا لهم رواتب، كأن هذا الرب هو أشري المساعدة على التفوه لهؤلاء الناس أن يقوموا واجب. أنا على شاهد وتجار أنه مع بالنسبة لكلهم الذي فرغوا لهذا العمل أن إخلاصه يأخذ يقل حتى لا أن يضمحل. لكن الحال أنه لا نرى أن هذا يصل عن ما يكون في صدد الناس على الرغم الشرعي، لأننا نقوم عليهم أن يقوموا به، فإذا هم قصوا علينا نحن آخر. لكن السبب الذي ألمحت لأنه ينبغي تنبيههم على إخلاص لله وجمالهم. يعني جمع على السؤال وشعبتها جواز جمع في بعض الطلاب لنشر العلم، واش أخرى هل يجوز لهؤلاء أن يأخوا ذلك من رات؟ نعم، لكن لا يأخوا أجرا ما تعرضا. هذا ما عندي والله أعلم. بس عند نعم هكذا السنة يكتبوا شيء نعم، والتراب اللي هو من تحت وضع في استراليا رميل في الريجون